بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا الأخ عبد العزيز أبو عمر من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة. نبدأ هذه الحلقة بسؤاله الأول ويقول: النساء شقائق الرجال، فهل وضحتم فضيلة الشيخ وبينتم غفر الله لنا ولكم دور المرأة في منظومة الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام للرجال والنساء. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمرأة يجب عليها أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر في محيط ما تقدر عليه، في بيتها مع أولادها ومع من يأتيها من النساء ومع زميلاتها في المدرسة والتدريس ومع أخواتها في الحفلات وتجمعات النساء كثرت فيها المنكرات الآن. المرأة عليها واجب عظيم أن تنكر أخواتها، تنكر في محيط النساء، تنكر على أولادها كذلك، عليها واجب بقدر اختصاصها واستطاعتها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: في نظركم فضيلة الشيخ، ما الطريقة المثلى في إنكار الإبن على أبيه عندما يرى من أبيه تقصير يوجب هذا الإنكار؟ نعم، على الإبن أن ينصح لوالده إذا رأى عليه معصية، أن ينصحه برفق ولين وشفقة، ترغيب عليه، أن يرغبه في الطاعة. إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وفي البداية قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني أهدك صراطا سويا. يتلطف معه لعل الله أن يهديه، ولا يسكت على والده إذا رأى منه منكرا، أن هذا من الغش له وهذا من عدم المبالاة بحقه. من أعظم حقوق الوالد على ولده أنه إذا رآه على معصية ومخالفة لا يقره عليها، بل ينصحه ويبين له، لكن مع اللطف ومع اللين والعطف حتى لا ينفر الوالد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وحجا وهو في بلاده، وإذا عدت إلى بلادي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة وهذا الحج، هل يجوز ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الذي وكلك على الحج والعمرة غير قادر في بدنه على مباشرة الحج والعمرة والسفر، ولم يؤدي فريضة الإسلام، فإنه يوكلك أن تحج عنه وأن تعتمر عنه. هذا خاص بالقادر في ماله لكنه عاجز في بدنه، فيوكل من يحج عنه، ولا مانع أن تأخذ ما يعطيك بدون أن تشترط عليه مبلغا محددا، تأخذ ما يعطيك في هذا. نعم. يقول أبو عبد العزيز الشيخ صالح: ما أبرز كتب ابن تيمية رحمه الله الذي يقرأ فيها طالب العلم المبتدي ويستفيد منها؟ العقيدة الواسطية أقرب كتبه رحمه الله، العقيدة الواسطية يقرأ فيها على أحد العلماء الذين يوضحون له هذه العقيدة العظيمة، ثم بعد الواسطية الحموية، الرسالة الحموية، ثم بعد الحموية الرسالة التدمرية. هذه الرسائل الثلاث يقرأها بالتدريج
على العلماء لا على نفسه، اقرأوها على العلماء الذين يشرحونها له ويوضحونها له. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بعض المراهقين وصغار السن يضعون بعض العبارات، بعضها طيبة مثل ما شاء الله أو اذكر الله على خلفية السيارات، وبعضها عبارات أخرى، فما حكم وضع هذه العبارات على زجاج السيارات الخلفي؟ كل هذا من العبث ومن إهانة ذكر الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكتب ذكر الله أو شيء من القرآن على اللوحات أو على السيارات توضع في الشوارع، لأن هذا تعريض للقرآن والذكر للإهانة، والذكر محله اللسان والقلب، ليس محله الكتابات التي تكتب على الحيطان وعلى الجدران، لا سيما وأن هذا أمر تفاقم حتى دخل في المساجد الآن، يشغلون المصلين وكأن المصلين لا يعلمون شيئا، يعلقون أمامهم الأذكار التي تقال بعد الصلاة وإلى آخره، هذا أمر محدث. إذا أردت أن ترشد الناس وأن تعلمهم وأنت عندك مقدرة، فإنك تعلمهم تعليم بالتلقين الشرح والبيان، هذا الذي ينفع الناس، الموعظة الحسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا نصحوا من أحد أن يفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قالوا ذاك النبي وأولئك الصحابة، فما نصيحتكم لهم؟ نعم، نقول ذاك النبي وأولئك الصحابة، ونحن مأمورون بالاقتداء بهم، نحن مأمورون بالاقتداء بهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، نحن مأمورون بالاقتداء بهم واتباعهم والسير على منهجهم، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو علي من الخرج يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الزواج وفي نية الرجل الطلاق؟ من عمل هذا هل عليه إثم في ذلك؟ نعم، إذا تزوج الإنسان بنية الطلاق يريدها أياما أو سنة أو ساعة يقضي شهوته منها، فهذا زواج لا خير فيه، وهو زواج خديعة ومكر، لأنه غشها، لأنها تزوجته ووليها زوجها إياه على أنه زواج استمرار وقوامة، وهو في نيته غير ذلك، هذه خديعة ومكر وتغرير بالمرأة، هذا أمر لا يجوز. نعم. يقول السائل: كنت صائم فنويت أن أفطر في وسط النهار ثم تراجعت وأتممت يومي، فهل علي شيء في هذه النية؟ إذا كان الصوم نافلة لا بأس، صومك صحيح، أما إذا كان الصوم صوم فريضة أو قضاء أو كفارة، صوم واجب، فإنه يبطل بنقض النية، إذا نقضت النية بطل صومك. نعم. هذه تسأل عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف بعد العقد، هل هي جائزة؟ بعد العقد لا بأس بها لأنها زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن صحة حديث الدعاء بعد ظهر الإربعاء مستجاب، هل ورد فيه شيء؟ نعم، ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في يوم الإربعاء فاستجيب له، بينما كان يدعو قبل ذلك ولم يستجب له، ودعا يوم الإربعاء فاستجيب له، فالدعاء يوم الإربعاء بناء على هذا الحديث مع حسن النية إن شاء الله مظنة الإجابة، وإن كان الدعاء الباب مفتوح للداعي في كل وقت من ليلة أو نهار، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يحدد يوما معينا أو ساعة معينة. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيه؟ ما هو الزوال؟ المدة قيام الشمس فوق الرؤوس، هذه المدة يسيرة لا تتسع لصلاة كما قال الفقهاء، فإذا زالت حلت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس. نعم. الأخت السائلة تقول بأنها نزلت عليها الدورة الشهرية في شوال وتعدت أيامها بعد ذلك المعتادة ولم تطهر، كيف تصلي؟ تنتظر حتى ينقطع الدم، لأن العادة يمكن تزيد، فتنتظر إلى أن تنقطع، إلى أن تبلغ 15 يوم، هذا أكثر الحيض، فإذا بلغت 15 يوم ولم ينقطع فإنها
تغتسل وتصلي، تعتبر الباقي استحاضة. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل يصل الميت ثواب الأعمال التعبدية التي لم يرد فيها نص كقراءة القرآن والذكر، وما أفضل الأعمال التي تصل للميت؟ الأصل أن العمل لصاحبه، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن يستثنى من ذلك ما ورد به الدليل أنه ينفع الغير إذا أهدي ثوابه إليه حيا أو ميتا، وذلك مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة عن الميت، ومثل الدعاء للميت أو الحي. هذه الأمور الثلاثة تنفع الغير إذا أهدي ثوابها إليه، قبلها الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا يصل، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن ذلك قراءة القرآن عن الغير، هذا لم يرد به دليل لا للأحياء ولا للأموات، ثواب القراءة مقصور على القارئ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إبراهيم، ما أبرز الأحكام المتعلقة بالوصية، وكيف يكتب الإنسان وصيته في حياته مأجورين؟ أبرز الأحكام شروط صحة الوصية، أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث من الورثة، وأن يكون الإنسان عنده سعة من المال، يكون عنده سعة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير، الوصية للوالدين والأقربين. إذا كان مال الإنسان قليلا فالأحسن أن يتركه للورثة، أما إذا كان واسعا وكثيرا فيوصي بالثلث فأقل، قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكيه؟ المماطل بحقوق الناس. نعم. نعم، يزكي المال لأنه ماله ملكه، ويأثم على المماطلة يأثم، ولكن يجب عليه أداء الزكاة عن ماله الذي عنده يبلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. هذه السائلة تقول، عندي عقد مكتوب عليه لفظ الجلالة وأنا ألبسه دائما في الليل والنهار، فهل حرام علي أن أدخل به دورات المياه؟ وجهوني بذلك. نعم، يكره أن تدخلي دورات المياه بشيء فيه ذكر الله، عليك أن تذهبي أو ترسلي بهذا الحلي إلى الصائغ ليمسح لفظ الجلالة، يمسحها ويزيلها ويزول المحذور بإذن الله. نعم. يستفسر هذا عن الآية الكريمة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، هذه الآية واضحة في العذر في التيمم بدل الماء، تيمم بالتراب بدل الماء، عن الوضوء وعن الاغتسال للجنابة والحيض. فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، وإن كنتم مرضى لا يستطيع استعمال الماء، يتيمم والحمد لله. المسافر الذي لا يجد الماء، أو يجد ماء قليلا لا يكفي لحاجته بقدر حاجته فأقل، فهذا يتيمم. السفر مع فقد الماء والمرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء يبيحان التيمم والحمد لله. يقول السائل أبو عادل، يا شيخ، تسمية حجر إسماعيل بهذا هل له أصل في ذلك؟ سمي الحجر وسمي الحطيم لأنه محتجر من الكعبة، لأن الكعبة لما أرادت قريش أن تبنيها وكانوا لا يبنونها إلا بمال حلال، جمعوا لها مالا حلالا لكنه لا يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها على هذا الوضع واحتطموا منها أو احتجروا منها بعضها من جهة الركن الشامي والعراقي، فحوطوا عليه لأنه من الكعبة، لئلا يدخل فيه الطائف ولا تصلى فيه الفريضة لأنه من الكعبة. هذا وجه تسميته بالحجر أو تسميته بالحطيم. أما نسبته إلى إسماعيل فلا أدري ما وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يفعل وما السنة لمن حاذ الحجر الأسود، وكذلك لمن صعد الصفا والمروة، وماذا يقال على الصفا والمروة؟ السنة إذا حاذ الحجر الأسود وهو يطوف إنه يستلمه ويقبله إذا تمكن، يستلمه بيده ويقبله بفمه إذا تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن فإنه يشير إليه، إن تمكن أن يستلمه بشيء أو بآلة لا يضر بها أحدا فإنه يستلمه بالعصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب كان يستلم الحجر بالمحجن. أما إذا لم يستطع استلامه بيده ولا بآلة معه
فإنه يشير إليه، يشير إليه إذا حاذاه في طوافه ويكبر. وأما على الصفا فالواجب، الواجب أن يستكمل ما بين الصفا والمروة في السعي، لا يترك مساحة ما بين الصفا والمروة في السعي. وأما الصعود على الصفا والمروة فهو سنة وليس واجبا، والذي يقوله على الصفا والمروة أن يهلل الله ويكبره ويسبحه، يستقبل الكعبة المشرفة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافعا يديه، يرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده على الصفا والمروة، هذا سنة وليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل للبرنامج بسؤال يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يتحدثوا عن الرقية الشرعية الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كثر في زماننا هذا من يمتهنون هذه الرقية بغير علم ولا صواب. يمتهنونها يعني يتخذونها مهنة. نعم. نعم، القرآن كله فيه شفاء لله الحمد، شفاء للأمراض البدنية وشفاء للأمراض القلبية، كله شفاء، ولكن هناك سور وآيات يكون الرقية بها أرجى للقبول والشفاء. الفاتحة أهم شيء، الفاتحة إنها رقية كما في الحديث، وجاء تسميتها بالرقية الفاتحة، ويقرأ معها السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإن قرأ غير هذه زاد يعني على ذلك، زاد على ذلك من القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إن ذلك حسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخ، هل يسلم من النفاق من يذكر الله كثيرا وله نصيب وافر من أعمال السر؟ نعم، يرجى له ذلك، لأن علامة المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا كما في القرآن: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتكبير غير ذلك من أنواع الذكر. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. أحسن الله إليكم. التثاؤب هل هو من الشيطان؟ وإذا كثر التثاؤب فضيلة الشيخ ماذا يعمل؟ نعم، التثاؤب من الكسل، سببه الكسل، والشيطان يفرح به لأنه يدل على الكسل وعلى الخمول، الشيطان يفرح به، فيستحب أن يكظم التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه ولا يفتح فمه ولا يرفع صوته بالتثاؤب مثل ما يفعل بعض الناس. نعم. يقول: بلغ عمري 26 وكنت لا أصلي، وقد من الله علي بالهداية والتزمت منذ فترة قصيرة، فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات، أو أن التوبة تجب ما قبلها وكذلك الصيام؟ هذا هو الصحيح، أنه إذا ترك صلوات كثيرة وتاب إلى الله، أو ترك صيام رمضان مدة طويلة تاب إلى الله، أنه تكفي التوبة مع المحافظة على الصلاة والصيام في المستقبل، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.